السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية شعبة علمي علوم. إن شاء الله هناخد مراجعة سريعة كده على أهم الرسومات اللي عندنا والحاجات اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. طبعا في حاجات فعلا موجودة في الامتحانات ومكررة، يعني عندي السؤال اللي أنا كاتبه بنص الامتحان وضح بالرسم عليه البيانات. اول حاجه الطور المشيجي في دوره حياه كزبره البقر. طبعا انا مجهز الفيديو ده ورسمه عشان ما نضيعش وقت. الرسومات المحتاجه ارسمها تاني برسمها ان شاء الله عشان نعرفها ونفهمها مع بعض. اولا الطور المشيجي في دوره حياه كزبره البقر سهل جدا، رسمه زي رسمه القلب كده، خلاص في اشباه جذور واضحه جدا، يعني تخيلوا ان انا برسمها برضه عشان ما نضيعش وقت. ارشوجينيا خلاص، والانسريديا عضو التسكير التأنيس وعضو الايه التسكير. رسمة مبسطة جدا وسهلة وما فيهاش اي مشكلة. طيب تاني حاجة الحيوان المنوي مكرر بصراحة كتير، يعني احيانا بيرسموه واحيانا بنطلب من الرسم، يعني نوضح بالرسم عليه البيانات كاملة. طبعا هنا الرأس قطع العنق قطع وسطى خلاص، وازاي سهل جدا ومش محتاج اي حاجة، ندرب نفسنا على الرسومات سهلة ومفيهاش أي مشاكل. يبقى هنا الرأس هنا العنق القطع الوسطى ازاي، يعني دي هنسميها مراجعات سريعة خلاص قبل الامتحان أو زي ليلة الامتحان كده. هعمل لكم جميع الأسئلة كده بالطريقة دي عشان نوفر وقت في الكتابة وما نضيعش وقت، عشان الحلقة ما تبقاش طويلة قوي وبتتعطل بتاخد لها يوم بالظبط، فاحنا عايزين نستفيد بأكتر من فيديو سريع كده وننشط نفسنا مع بعض. حبة اللقاح نابتة، في فرق بين السؤال ده، وضح بالرسم. حبة لقاح نابتة يبقى برسم له الرسمة بس، يعني ايه ما بعملش المراحل الانبات، لان في سؤال تحتيها اهوت موجود برضو في سنة من السنوات، لان انا مركز على النماذج اللي موجودة 2019 اللي نزلت، النموذجين اللي موجودين ان شاء الله هجيب لكم صوره باذن الله محلولة عشان ما نضيعش وقت، احلها بخط ايدي واشرحها لكم بسرعة على النماذج عشان ما نضيعش وقت. يبقى حبة لقاح نابتة برسم حبة اللقاح بس. هنا جدار سميك سيتوبلازم نواتان زكريتان أنبوبة اللقاح، يبقى ما يطلب حبة اللقاح مفيش حاجة اسمها نواة مولدة ونواة ايه أنبوبية، الكلام ده في حبة اللقاح الأصلية، لكن نابتة إذا بدأ يظهر أنبوب اللقاح، ركزوا في الكلام خلاص. تعالوا بقى مراحل إنبات حبة اللقاح، ببدأ بحبة لقاح، حبة لقاح لازم اظهر فيها نواتين، نواة مولدة ونواة ايه انبوبية، ودايما بنعمل النواة المولدة بتبقى لفوق، النواة الانبوبية بتبقى ايه اللي تحت، ليه؟ لانها تبدأ تظهر وقتي حالا في انبوب اللقاح. يبقى الخطوة التانية في سيتوبلازم قلنا نواة مولدة نواة انبوبية، ها في سيتوبلازم اهو في نواة مولدة هي هي والنواة الانبوبية، بس بدأوا يدخلوا في ايه في انبوب اللقاح اللي اتكون. اخر مرحله واللي هي المرحله اللي شرحناها فوق دلوقتي، ان حبه لقاح خلاص تم انباتها بقدره ربنا مش بمزاجها طبعا، عشان برضو ايه عايزين يقين بالله كده في كل حاجه. يبقى هنا حبه اللقاح سيتوبلازم نواتان زكريتان انبوب اللقاح خلاص، يبقى دي اخر مرحله اللي هي حبه لقاح ايه نابت. طيب السؤال اللي جه برضو في اكتر من مرحله من مراحل الثانويه العامه، ما ينفعش نقول محافظات، محافظات دي في اعدادي خلاص، تعالى بقى هنا كده او تعالى هنا مراحل تكوين حبة لقاح بدءا من الخلية الجرثومية. مراحل تكوين حبة اللقاح عاملها في نفس الرسمة وفي نفس الورق قصاد بعض عشان نعرف الفروقات، واللي فوقيها حبة لقاح نابتة عشان نعرف الفرق، مش يقول لي حبة لقاح نابتة ام رسم له حبة اللقاح دي اللي انا عارفها، لا خلاص حبة لقاح نابتة خلاص اخر مرحلة من مراحل الانبات. مراحل الانبات بتقيم بحبة اللقاح نواة مولدة بقولها تاني ونواة انبوبية، بدأ يظهر انبوب اللقاح طيب بدأ يظهر انبوب اللقاح بقى استطال، بدأ تختفي النواتين وتحولوا لنواتين ايه ذكريتان، لان ده معلش بنسميه مشيج مذكر، دي حبة اللقاح مشيج مذكر، يعني فيه نواة واحدة اللي بتستخدم واحيانا نواتين، ولكن ربنا عامل الاصل في ايه في نواة واحدة موجودة هنا. طيب مراحل تكوين حبة اللقاح بدءا من الخلية الجرثومية، بصراحة الجزء ده حلو وبيلخبط بعض ناس طالب او طالبة، يعني ممكن يقوم راسمين مراحل انبات حبة اللقاح ونكبر دماغنا، لا طبعا
غلط. يبقى مراحل تكوين حبة اللقاح بدءا من الخلية الجرثومية، نركز أوي نحلها ازاي. خلية جرثومية أمية، أمية يعني ايه؟ يعني الخلية الأم، خلية الأم يحدث لها انقسام ميوزي. احنا عارفين من السنوات اللي فاتت وعارفين السنة دي ان انقسام الميوزي بينتج عنه 4 خلايا، بس احنا قلنا خلية جرثومية يبقى 4 جراثيم صغيرة نون، في كل واحدة فيها ايه؟ نون. الأربعة فعلا أهم بدأوا يظهروا الأربعة. الأربعة دول هيحدث إيه بقى؟ انقسام ميتوزي للنواة. النواة اللي هتنقسم ميتوزي، مش الخلية اللي عندي. يبقى النواة اللي جوه، يبقى النواة اللي جوه هتنقسم فعلا ميتوزي. يعني هتنقسم ميتوزي يعني إيه؟ بص المنظر كده، هتديني نواة مولدة ونواة إيه؟ أنبوبية. وده حبة اللقاح اللي إحنا إيه؟ عاوزينها، والمرحلة الأخيرة. طبعا في برضو خطوات نضج المتك في النبات برضو واخدة جزء بالظبط، يعني يا دوب بنرسم المتك. ركزوا كده في الرسمة، أنا قصدها برضو في بعض حاجات كده فعلا متكررة، بس بأسلوب لو أنا ما بدأتش بأكياس حبوب اللقاح أو المتك بمعنى أصح، أخد صفر صفر كده مرة واحدة. لأن خطوات نضج المتك في النبات ما جابليش سيرة حبة اللقاح، ولكن خطوات تكوين حبة اللقاح هي الخطوة رقم 2 في الرسم. يبقى برسم المتك مكون من 4 أكياس، خلاص 4 أكياس من حبوب اللقاح، ودي بمثلها دايما كأنها ايه؟ أكياس أكياس، زي كيس رز، كيس دقيق، بالطول كده، خلاص بالطول مليانة، سبحان الله مليانة حبوب اللقاح، مش الجزء اللي باين فوق بس أهو. والاتنين التانيين منظر ايه؟ يعني تخيلي، ها 4 أكياس أهم، مالهم؟ أكياس حبوب اللقاح، ربنا مديهم حبوب لقاح حتى تتناثر في الهواء ويحدث تلقيح للإيه؟ للزهرة الذاتية أو زهرة إيه؟ أخرى، عن طريق أي حشرة من الحشرات، وفي الغالب بتبقى إيه؟ النحل. قطاع عرضي في المتك، خلاص الأكياس أهي، الأكياس دي طلعت حبة لقاح، يبقى أنا شورت بسهم كده وجبت حبة لقاح. يبقى انا بقول خلية جرثومية أمية 2 نون، يبقى بدأت من الشرح اللي فوق، خلية جرثومية أمية عشان ما ضيعش وقت. نفس الخطوات دي بعملها هنا بالظبط، نفس الخطوات، نفس الخطوات اهي. خلاص التكاثر اللاجنسي في فطر عفن الخبز مهم جدا. برسم فطر عفن خبز، طبعا هنا حافظة جرثومية، حافظة جرثومية، شوفهم بشاور بره، حافظة نبقى فيه دقة في الرسم شوية، حافظة جرثومية. طب وبعدين اللي جوه دي اسمها ايه؟ جراثيم. يبقى هنا ايه؟ جراثيم، جراثيم. طبعا رسمت رسمة لوحدها تانية، هي حدث انفجار، لان ده ما بتمتلئ بتنفجر. انفجار الجراثيم، حب جرثومة واحدة بدأت ايه؟ تتناثر في الهواء زي ما قلنا، وده عفن الخبز اللي بيحصل كده فعلا، تمتلئ حافظة جرثومية ثم تتناثر في الهواء وتبدأ تظهر في مكان صالح للإنبات. يعني لو عايش ناشف مش هيعفن، عايش ناشف واضح جدا، لو ناشف قوي 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 قوي، ولكن أي منطقة رطبة سواء خبز أو أي حاجة زي البرتقال، البرتقال لو متواجد في هذه البيئة أو الوسط بيحدث فيه عفن فعلا زي عفن الخبز. يبقى الوقت هوت المنطقة المحيطة بعفن الخبز بتبدأ تظهر فيها ايه؟ العفن بالظبط. طيب بعد كده في رسمتين عايز ارسمه لكم الاتنين كده قصاد بعض. الرسمة الاولانية الجهاز التناسلي، وده متكرر في اكتر من مرة، الجهاز التناسلي في الذكر، والجهاز التناسلي فين؟ في الانثى. نبدأ نرسم رسمة الذكر وبتيجي بالراحة خالص كده، يعني انا فضلت ارسمها لكم كده احسن بدل ما تبقى مرسومة اهيت. نركز انا عملت ايه، ها بالراحة خلص كده. هنا اهو الوعاء الناقل، هنا قناة بولية التناسلية، قناة بولية تناسلية، خلاص. يبقى هنا هو مشتركة، يعني بينزل منها البول، ها، وبينزل منها ايه؟ الحيوانات المنوية. خلاص نبدأ هنا هو الخصية، ومن عند الخصية البربخ
الجزء ده اللي بيتكون فيه رؤوس الحيوانات المنوية، يبقى هنا الخصية، هنا البربخ، كيس الصفن، كيس الصفن طبعا ده ايه، الجزء الرقيق جدا، طبقة جلدية رقيقة جدا ولكن لها فوائد كتيرة، بتحافظ على درجة حرارة الخصيتين بحيث تكون أقل من درجة حرارة ايه الجسم. طبعا دي فتحة بولية عشان ايه نطلع بقية الرسم من فوق بقى، فتحة بولية تناسلية، هنا اهو قناة بولية تناسلية لأنه بيمر فيها الاتنين، قناة بولية تناسلية بس ما بمروش في نفس الوقت. خلاص لما المثانة بتمتلئ بيبدأ نزول ايه البول. طيب وبعدين نبدأ نكمل الرسمة، هنا الخصية، كيس الصفن، هنا الوعاء الناقل، ونشوف الالتقاء هيبقى ازاي. خلاص نجيب دي كده ودي بتعدي هنا وبالراحة خالص اهي، دي كده الوعاء الناقل، وبنستنى شوية. بنبدأ بقى القناة البولية في بعض الرسومات كده بالراحة. أول حاجة ندقق كده في الرسم، دي بتتفرع والمنطقة ديت فيها البروستات، طبعا البروستات قطعة واحدة ولكن احنا بنجزأ التجزئة ديت عشان نبين مسار البول مرة ومرة مسار الايه الحيوانات المنوي. يبقى ده البروستات اللي انا بظللها، نركز، رسمة جميلة وحلوة. ها نبص كده مع بعض الباقي، هنا غدتا كوبر في غدتين، وبعد كده الحويصلة المنوية، يبقى دي غدتا كوبر، بعد كده دي بتعدي من هنا. احنا ما زلنا برضو الرسمة اهي عشان نفهم الامور ماشية ازاي، ودي بتتفرع هنا وبتبدأ بنبدأ ايه الكليتين والحالبين، هنا الحالب عشان برضو نزول المية، وهنا الكلية، هنا برضو نفس الكلام حالب الكلية، المثانة البولية. يبقى الوقت هنا الكليتين، المية بتنزل هنا اهي بتمر هنا اهو، بتمشي كده في الطريق ده وتخرج عن طريق الايه الفتحة القناة او القناة البولية التناسلية ثم الفتحة البولية. طيب نشوف الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية هنا طبعا دي غدة البروستاتا، غدة البروستاتا، هنا الحويصلة المنوية، الحويصلة المنوية، وهنا المثانة، وهنا الكليتين. مركزتش على المثانة والكليتين قوي لأن هي مش شاملة الجهاز التناسلي دلوقتي، لا ده احنا بنرسمها بس عشان المسار بتاع البول ومسار الحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية معروفة بيتم إنتاجها منين؟ من الخصية، ثم بتبدأ الحركة بتاعتها في نفس اللحظة ما بتبدأش تتحرك إلا لما التلات غدد بيفرزوا السائل المنوي. يبقى الغدد هنا التلاتة، الغدد التناسلية، الغدد التناسلية طبعا التلاتة بيفرزهم سائل منوي. سائل منوي بينزل بيعمل حاجات كتير، أولا بيبقى موجود هنا على أساس الإيه، بيسهل، بيوصل للناحية دي بيسهل مرور الحيوانات المنوية، بتمشي هنا بتسبح فيها أهيت الحيوانات المنوية هنا خلاص، وبتمر على ايه على السائل المنوي طبعا، لان السائل المنوي بيوصل هنا وبينظف هذا المكان لان الجزء ده ايه حامضي من البول، يبقى المجرى ده حامضي من البول اللي هو مجرى البول. يبقى السائل المنوي بيعمل اكتر من حاجة، اولا بيعادل حموضة مجرى البول، بيسهل مرور الحيوانات المنوية، وبيغذي الحيوانات الايه المنوية، اي واحدة من الثلاثة دول بتقوم بالمهمة دي عشان لو حد حاجة عطلت او حدث اصابة في اي حاجة من الغدد ديت ربنا عامل البدائل بتشتغل.
يبقى التلاتة بفرزهم سائل منوي. السائل المنوي زي ما احنا عارفين مختلف عن الحيوانات المنوية، يبقى وسيلة للتغذية، وسيلة ان هو بيسهل مرور الحيوانات المنوية. الحاجة التالتة ودي اهمهم، لان الحيوانات المنوية لو مرت في الوسط الحامضي بتاع البول بتموت، اذا يحدث عقم. يبقى ده باختصار شديد الجهاز التناسلي في الذكر او التناسلي الذكري، ومطالبين به ومتوقع يجي ان شاء الله هذا العام لانه ما جاش من زمان. الجهاز التناسلي في الانثى او الانثوي ده اللي بيتكرر بقاله فترة في الامتحانات. نيجي للجهاز التناسلي في الانثى ببساطة، برضه ببسط لكم الامور، يعني مش رسم دقيق او 100%، ولكن الحاجات المطلوبة مننا طبعا بداية الرسم عندنا من نص البطن كده ونبدأ ننزل. انا بعمل رسم على اساس ان بعض الناس كانت يعني ما رجعتش من زمان او مش متذكر، لكن عارف ان معظم ثانوية عامة مذاكرين وشاطرين ان شاء الله. خلاص اللي انا برسمه ده قناة فالوب، قناة فالوب على اليمين وعلى الشمال. يبقى قناة فالوب اهم حاجة عشان ما ننساهاش الاهداب، لان الاهداب لها دور كبير في ايه، في حركة البويضة. خلاص هنشوف البويضة هتعدي ازاي وتمشي ازاي. يبقى دي الاهداب، يبقى اول حاجة هنا قناة فالوب، قناة فالوب. لو حبيت اقول باين اهو اهداب قناة فالوب، تمام اهداب قناة فالوب. هنا قوم مع قناة فالوب، عامل زي صوابع اليد بالظبط، بسطوا الامور ما تصعبوهاش، عاملة زي اصابع اليد بالظبط. يبقى ده قوم، قوم قناة فالوب. نيجي هنا في أربطة قوية جدا ماسكة، ربنا عملها تمسك مين؟ المبيض. يبقى المبيض هنا مبيض، وبنسيب مبيض مقفول، والمبيض التاني بنفتحه كأن ايه، فاتحينه بحاجة كده عشان نشوف ايه ترتيب البويضات او البويضات جوه. دي أربطة قوية جدا لان مفيش بويضة بتعدي من هنا، لان بعض الناس بتفكر ان البويضة بتعدي من هنا. يبقى ده مبيض وده مبيض، واحد فيهم هن ايه نشوف البويضات فيها، بنرسم بويضات كده. طبعا البويضات دي بتطلع بايه، بقدر ربنا اولا، لان ممكن احيانا يقول لك ما فيش تبويض عند الانثى مش هتخلف. خلاص في تكيس او تكلس بين البويضات وبعضها، يعني ماده كالسيه ما بين، طبعا ما فيش ايه، دي من احد الاسباب ان ما فيش ايه حمل. يبقى هنا البويضات ظاهره قدامي اهي، بويضه اهي، اي بويضه من دي، البويضه الناضجه مش هقول بقى اللي عليها الدور ده بقدرة ربنا، بتبدأ هنا اهوت تظهر كده بالظبط كده، ويرق هذا الجدار بتاع المبيض ويتم ايه، مش هقول قبض عليها بقى، بتتمسك كده بأصابع الايه القمة قناة فالوب، وبعد كده بتدخل منين؟ من قناة فالوب. قناة فالوب الأهداب بتحركها، بتحركها لغاية ما بتستقر في ايه، في تجويف الرحم. الرسمة اللي انا برسمها دي بقى الرحم، برضو قم مصر الشكل، في جدار الرحم او بطانة الرحم، يبقى هنا الرحم، جدار، جدار الرحم. لازم نتعلم الرسمة حتى على الاقل ايه، رسم يعني ايه، مش هقول الكروكي، لا رسم واضح بيوضح الايه الكلام. يبقى هنا الرحم، هنا عنق الرحم، عنق الرحم، هنا جدار عنق الرحم، ثم المهبل، المهبل وده طبعا طبقة عضلية، المهبل، ثم الفتحة الايه التناسلية الأنثوية. يبقى هنا الفتحة التناسلية الأنثوية، ما قلناش بولي لأن مجرى البول في الأنثى مختلف، وبعيدا عن ايه الفتحة الايه التناسلية. خلاص يبقى ده بالنسبة للرسمة الأخيرة في المراجعات السريعة النهاردة إن شاء الله، وهعمل لكم حلقات متتالية كده عشان أرفعها لكم. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونعرف زمايلنا عشان يوصل لنا كل جديد بإذن الله. وطبعا الرسومات اللي احنا عملناها دي كانت رسومات جميلة ومركزة شوية، وفي حصص بقى إن شاء الله يبقى فيها رسم ويطلب مننا أسئلة عليها، مسائل ونعملها محلولة. الأسئلة أذكر مكان ووظيفة، يعني هتبقى مراجعة شاملة إن شاء الله، بس أنا هحاول أخليها تبقى مكتوبة لأن الكتابة بتعطل، بتاخد وقت وبت إيه وبيبقى في صعوبة في الرفع بعد كده.
ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا عشان يوصل لنا كل جديد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.